أهلا بكم في محورنا الثاني، ماذا يقول السياسيون وماذا يقول الأمنيون في أحداث عين الحلوة؟ حديث مع ضيوفي من لبنان، وأرحب بهما خالد حميدة الخبير في الشؤون الأمنية والسياسية معنا عبر الهاتف. أستاذ خالد مساء الخير. مساء النور. وأيضا أرحب بالأستاذ بشارة خير الله الباحث السياسي. أستاذ بشارة مساء الخير، أهلا بك في نبض البلد. أهلا وسهلا، مساء النور. أبدأ معك أستاذ خالد، وبدي أسمع وجهة نظرك بما يحدث في عين الحلوة. الاشتباكات تتجدد، وهناك حديث أن هناك من يخرق الهدنة في المخيم. صحيح، يعني ما يجري في عين الحلوة لا يمكن تصنيفه أو الاكتفاء بتصنيفه أنه خلاف بين فصائل فلسطينية مختلفة. هناك داخل مخيم عين الحلوة ثنائية متناحرة، هذه الثنائية ظاهرة فلسطيني ولكن عمقه هو عمق إقليمي. في عين الحلوة فصائل فلسطينية تتبع للسلطة الفلسطينية الشرعية، وكذلك هناك فصائل فلسطينية تتبع للفصائل الفلسطينية الإسلامية، نتكلم عن الجهاد الإسلامي ونتكلم عن ما سمعناه مؤخرا الشباب المسلم وعصبة الأنصار، وهذه طبعا تأتمر بأوامر من طهران ومن سوريا. وبالتالي ما نراه في عين الحلوة هو خلاف بين فصائل، أو خلاف تترجمه فصائل لمرجعيات إقليمية، وهذا طبعا لا يمكن فصله عما جرى في أنقرة عند اجتماع كل من رئيس السلطة الفلسطينية وإسماعيل هنية رئيس حركة حماس تحت مظلة الرئيس أردوغان، وفي تحت إطار البحث يعني عن عناوين مشتركة وقواسم مشتركة للمجموعات الفلسطينية كلها. وطبعا الموقف الإيراني ربما وموقف دمشق معها الذي لا يتسق مع هذه الرؤية، وبالتالي كان الرد بالتزامن مع اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية في القاهرة. الفصائل تجتمع في القاهرة وتدعو إلى الوحدة، وهناك من يفجر الساحة في لبنان، طبعا هذه الخافرة الرخوة التي تترجم دائما كل التناقضات الإقليمية. وبالتالي يصبح وقف إطلاق النار والاتفاق عليه والجهات الساعية له هي أقل من مستوى الجهات التي دعت إلى العنف، ولذلك كان وقف. هل تلمح أن أطراف دولية وعربية هي من تؤجج الصراع في عين الحلوة اليوم؟ كل من يؤجج الصراع هي الفصائل التي تأتمر بأمر دمشق والتي اعتدناها، يعني جند الشام والشباب المسلم وكما قلنا وفصائل عديدة يعني. وبالتالي يعني كان هناك اتهام واضح من حركة فتح لجند الشام بالاغتيال، يعني هذا الاغتيال الذي سقط نتيجته ضابط فلسطيني وأربع مرافقين، هذا لا يمكن أن يحدث بالصدفة، يعني هذا اغتيال مدبر. وبالتالي هو مدبر لماذا؟ لتفجير المخيم في أي ظرف، بالتزامن طبعا مع ما يقوم به محمود عباس لمحاولة لم أشلاء الفصائل الفلسطينية. إذن يعني الخلاف في لبنان بين فصائل فلسطينية، ولكن البحث عن حل ليس في لبنان، لأنه ليس في لبنان أي أداة من أدوات الحل. طيب، واضح جدا أستاذ خالد، أشكرك كل الشكر. أسمع وجهة نظرك أستاذ بشارة الباحث السياسي، والحديث أن الخلاف وما يحدث في عين الحلوة لا علاقة له اليوم بالقاهرة، ولكنه خلاف فلسطيني فلسطيني داخل مخيم عين الحلوة. تتفق تختلف سياسيا من وجهة نظرك على أقل تقدير؟ يعني لا، أولا مساء الخير إلى كل ضيفك الكريم. لا شك أن هناك خلافا سياسيا ما بين الفصائل، حكما هناك فصائل تتبع للسلطة الفلسطينية، وهناك فصائل تتبع لإيران وملحقاتها، وهناك فصائل تتبع للنظام السوري. لكن توقيت الخلاف برأيي أنا وبتقديري مشبوه، وقد يكون هناك من يستطيع تحريك هذه المخيمات بكبسة زر سعيا إلى التأزيم ربما، وسعيا إلى خلق ما يشبه مخيم نهر البارد الآخر. فلبنان عمليا هون، يعني أنا كلبناني أتحدث، يعني لا شأن لي بخلافات سياسية ما بين الفلسطينيين، بقدر ما أنا أهتم بضرورة كبح جماع هؤلاء ومنعهم من استعمال السلاح لا خارج المخيم
ولا داخل المخيم، والتحفيز تحفيز السلطة السياسية والجيش اللبناني على إنهاء أي حالة مسلحة داخل وخارج المخيم، وبالتالي منع هؤلاء من استعمال السلاح، وحتى إن استطاع الجيش منعهم من حمل السلاح، يعني تجريد من سلاحهم. لكن هذا لا يحدث اليوم أستاذ بشارة، ما يحدث اليوم هي محاولات. هذا لا يحدث، لكن اسمح لي أنا اسمح لي اليوم الجيش اللبناني تعرض، اسمح لي يا سيد، نعم ما يجب أن يكون، لكن أنا أتحدث عن ما يحدث اليوم. هل للبنان وهل سعي رئيس الوزراء اليوم اللبناني نجيب ميقاتي وأيضا البيان الواضح من الجيش اللبناني، هل كل ذلك من شأنه أن يخفف أحداث عين الحلوة وأن يعيد الهدوء للمخيم مجددا من وجهة نظرك سياسيا؟ حكما صديقي، حكما هذا من شأنه أن يخفف، لكن المطلوب أكثر من ذلك. أنا برجع بقول لك، ولا مرة الجيش اللبناني كان عنده غطاء سياسي للدخول إلى المخيمات، لكن عندما قرر الجيش اللبناني الدخول إلى مخيم نهر البارد، ونأخذه كمثل لأنه كتير كتير قوي وكتير معبر وكتير واضح عبر التاريخ، لما قرر الجيش اللبناني كانت كل القوى السياسية حاطة فيتو على الدخول للمخيم، رافضة أن يدخل الجيش إلى المخيم، وجاء من يقول يوم ذاك أن دخول المخيم خط أحمر، ودخل الجيش إلى المخيم. لذلك أنا بقول لك المطلوب أنه الجيش اللبناني يمسك زمام الأمور لمنع تكرار مثل هذه المحاولات، محاولات تعكير الأمن داخل المخيم وانسحابه على الخارج الذي يعني ينسحب على كل لبنان عمليا. لكن هل سينسحب على الخارج؟ هل الأحداث في عين الحلوة قد تنسحب خارج عين الحلوة؟ هذا سؤال مهم. الكل يتحدث، التحليل العسكري والأمني يقول أن ما يحدث في عين الحلوة سيبقى في عين الحلوة. حكما لا، إذا تراخت القوى العسكرية والقوى السياسية مع موضوع المخيم، تنتقل الأحداث من هذا المخيم إلى مخيمات أخرى، وإلى حيث يعني يوجد يعني إذا بدك مؤيدين للفصائل الفلسطينية المتنازعة بغير مخيمات، يعني عندك مخيم الرشيدية، وعندك مخيم البص، وعندك مخيم برج البراجمي، كل المخيمات عرضة للاختراق وعرضة يعني للاحتكاك. إذا انسحب الخلاف اللي بمخيم عين الحلوة لغير مخيمات، هون أنا بقول لك دور الدولة أن تتدخل وتضرب بيد من حديد لمنع مثل هذه التجاوزات، نعم، وإجبار الفلسطينيين أن يعيشوا بأدبهم من دون أن يعكروا السلم الأهلي. أشكرك أستاذ بشارة، والفلسطينيون يعيشون بأدبهم دائما في كل مكان، ولكن ما يحدث هو خلل وعدم اتفاق، وهذا موجود في كل مكان. فقط للتنويه والتنبيه على ما تحدثت به أستاذ بشارة، خير الله، أشكرك كل الشكر على وجودك معنا، مع تحفظي على ما أوردت مؤخرا.